<applause> الله رب يعني العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين لما علتي تا درسنا ناي مسجد الحرس إن شاء الله كن جمرائنا لومي على تشوعات شعبان شحن أربعة سلاسة شومنتن على السلسة ورحا كلتا كل تشحن عسر تشوعات ميلادي ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يسددنا طبعا لما علتي الحمد لله توفيقنا رب سبحانه وتعالى آخر درس نيتا كتاب 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 كشف الشبهات لم خندم دمائنا مالتي وهذا فضل من الله عز وجل ولله الحمد حمدا كثيرا يوافي نعمه ربنا عز وجل هذا توفيق من الله عز وجل. هذا أه سبحان ختاب جميرو قال أه اي كتاب كسجر كل هذا كلها تياسير توفيق ربي وانا حقيقه أه يعني اشكركم كل يعني بزي مقرات كمزيلكم مكتتالكم أه, هذا توفيق من الله عز وجل يجب أن نشكر الله عز وجل ما نقول كل لقزي ربي يزفتو لأنه من يوم مستفيد ترى تباهيلو نحنا هنا استفيدنا مالتيو كلاتنا استفيدنا سواء دزاربدي سواء دسمعدي كلاتنا على طاعة الله عز وجل نيرنا مالتيو وهذا يعني كلما حد عمل خير تقبر كلها يحتاج نتاي تشكر الله عز وجل وتعرف هذه النعمة زي نعمة زي زلنا زي الكاب مجلس كوفي لا يوازيه أي نعمة مزا نعمازي امزاكوف زاكوف نبلا مساتو توادا لان مالتي. مالتي نمنتين ترائلنا مهنياتو النبي عليه الصلاة والسلام لهم دخوني يخون سب كوفي لو مجلس نعلم مالتيو. كتسئو كله ملائكه تايبلو قوموا مغفورا لكم يبلو وي الله سبحانه وتعالى انت يبل قوموا مغفورا لكم قد بدي لسيئاتكم حسنات هذا فضل عظيم والله وقلل دماني كون ان احنا زا كتاب زي اطرح بجيك اصول الثلاثه والقواعد الاربعه ذا كتاب زي امعس جميرنا على حادي ورحي حادي شحن 438 شومنتن بميلادي على 20 شومنتن وهر عصر تجميرنا كلتا شحن عصر شدشتن حجي كندي كوين اللو مالتي كندي ورح تقريبا شامنا ورحي بجي كاتن غلي غلي أمونغو وحانساب عبد كونو بتواصل كمزيل ناحن كنا هذا فضل من الله عز وجل ولله الحمد طبعا تا كتاب تا دم, دم, دم دلنا كشف الشبهات يا كشف الشبهات مال لدماني كمتي دغا من قلت سبب الدنيا خو عزن كله كابت من قد حقينا من قد تفاعد دمرح بزوح نقراتالو تزعبه شبه لكن أخطر شيء ملاسي زي بولو انت دا قبل تسفا زي ركبو اللو بزوح قيزي بعال مالاتيو ولذلك قبز شبها زي كندح قوي وحي نيرب مختال مالتيو الله عز وجل أنزل علينا القرآن وأرسل إلينا الرسول صلى الله عليه وسلم حديثنا رسول كم دمان القرآن دافهم كابو أنت لا تقع عسكوين كات فأتي رخ بكاني ولهذا ربنا عز وجل أبصر الطه أن تايلو ما بالميت عشرين سلستا آية فمن فمن اتبع هدايا فلا يذل ولا يشقى ما شاء الله أولا يتفقني بعد دحري دماني شق واز بهالي بالكان تاي مالتيو سعادة رحيو أهل الدين أهل الطاعة تخوينهم ما نمسك بوتحو زي أنتا شقاز زبهالي بالله دائما سعادة إذا سب سلات كاس كحجي كوفيل كامل إسكاستو فارجر كالحمد لله كاب مسجد كتوت سخلها إذا نروح سعادة زي ثم أبو زين أبو رويد إيمان دي الله سب نسو يفلت تديق دلوا مالتيو لكن المسلم المؤمن كندي هو نيرو وكندي شجر نيرو سني أتيو مسجد أتيو سجد كتوت سخلها هذا نعمة كبيرة ولذلك كل جزي هدى نيرب مالتي فمن يعني اتبع هدايا فلا يذل ولا يشقى ولذلك ابن القيم رحمة الله عليه تايبل وأصل كل فتنة إنما هو تقديم الرأي على الشرع كل فتنة بمنتهي تمت بمن سبدي أنت رأي, رأي ناتو سلز قدم دخولك هب شرع مالتي ترى شرعي لعلي لعلي شرعي عقلناتي قدرة له عقلنا مولو أيكونن ا إيه تي تي رب زي دليو خنبصي الا بالشرع حجي قال يوم تايم د قبر مالتيوم حتى برهان مسرائيل ين ابطفع تايو يقدمون الراي بريتو خيد دلي مالتي زيامون تا ابلكا لا الرسول صلى الله عليه وسلم يلو ماديو ربي يلوادي ب عند حركتك لاكين قايت طفيني خا تايلو تقديم الراي على الشرع زي اكبر مصيبه مالتي والهوى على العقل كمدماني سمعت كات راح بسمعت مخاد مالتيو كاب تقديم اه مالتيو مالت كم تن تاين الشبهه والشهوات تيا راي مالتيا تيا دماني هوا دماني شهوه مالتيو ولذلك الذين اعرضوا عن الحق كاب من قد حق دتفو بزحات بزحاتهم كم بعل عبد الله بن ابي بن سلول عبد الله بن ابي بن سلول رئيس المنافقين نتايوت في وانت رايلك اتباع الهوى شهوة مالتيو وكالكبر والحسد حسد حقد ده حازم دماني كان بعل ابو جهل مالتيو إذا تمالي إذا أبو نادن دي دي يتيم زنبرة كم يروح مرحنا كبر حسد حزو مالتيو وحب ملذات والاستغراق دماني شهوة نيا الدنيا سمعت نيا خمر مفتو الدنيا مفتو حزو مدتوفو دماني كان كابتوم كمسلمو إلو زنبري أمية ابن سل تبهل أمية ابن سل دماني زي كمسلم خلاص ودي حتى بزوج شعر قبر نيرو بزعب من الناين إدنيرو قريب نيرو كمسلم ده حري أنت لمو خمر ده تحرم ودي مسلم الناين لمو تحرم هو بلو زام مسلم كدوم جاء كدم تاخ قبر كتسقب خمر يلو تمليسو والعياذ بالله بوجير دماني ما يتم إذن كم زعنا عينة زا مسالة من قد حق إيه زا من قد حق إيه دمر أنت إنت رأت الشبهة والشهوات مالتيو ولذلك ربنا عز وجل نتفع دمر حقا نتبقى سيسب نابتفع تنتر دماني شيطان والهوى والنفس كئيس خير ولهذا ربنا عز وجل في سورة الأعراف ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أدل أولئك هم الغافلون يلو زي حجي من قد تفعت من قد حق زيدة ولذلك ربنا عز وجل أتوم أبحاو جهنم زاتو يلو زي جهنم زي أتوم حق بالليل أقوم ماليتهم. كثيرا من الجن والإنس يلو انت لب زي لا يألو له بر لهم قلوب لكن لا يعقلون بها مخنياتو لا يرجون ثوابا يوم القيامة له ثواب كنركب يوم القيامة اللو عقاب اللو خب عقاب كندحن زبل سل نياس لزيب اللو مالتيو ولهم أعين لا ينظرون بها آيات نيربي معجزات أنبياء بب عينتو حزوم موتو نزو كل دمان تايقيرو ممالتهم دار أي خلو عين اللوم لكن تايقوين مالتهم لا يبسيرون بها تحاقي مرأي أبي ومالتيو كومو دماني

أم لكن ما كل معجزاه ان دار كله تملسو قبلم كله مملاس ذعابيو مالتيوم ولذلك الله عز وجل اخبر تعالى بانه لا احد اضل من يتبع هواه تفوق زب زب هال لك بسمعتنا تزخين مالتهم ولهذا ربنا عز وجل اب سوره القصص انتيلو ومن اضل من من يتبع هواه بغير هدى بغير هدى من الله له يعني تفوز سبز بسمعته زخيدي مالتي ولهذا النبي الله سبحانه وتعالى نرسل عليه الصلاة والسلام مستوم غافلين مستم زنقعات مستوم, مستوم كان من قدر رحقوا مساءتهم نابهم كيبل ولا تطيع لهم ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرود أكب حق حقه نزي نتاي <applause> تكبر يا خمالتي أي تم أزوز إخا أفتات إزاز أنا دعزوز كهات راح تقو عزي خيل ولذلك يا أخوان شيخ الإسلام نتيمي أن تايبل من قد تفعت بزوح سلزو ورب سبحانه وتعالى دمانا أزيزونا كل قزي دعا خن قبر بزو بزو حدي كندي قزي اللي على عسر تقزي تدقا قم دعا إهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب كابتم دتفاقوا كابتم زتوق تعكالم أي تكبر إن أي خايلنا دعاء نجبر مالتي من قد حكي ندار أيون كله نتها من قد حكي بالليل أمس لازم نتوقو ده يفلت يكونون قال يوم فليت أمالو حكر يوم مالو لكن هذا قدرنا يربي توفيقنا توفيق سبحانه <applause> وتعالى ولذلك يا رب سخاد ما كابتم زوف كايم كابتم زوف تخايم كابتم مروص عز خنو كابعتهم جبر إن أي خايل مالتي من قد نيت حنتي آه كاب كتم كدام الزنبورون كساب يوم القيامان من قد تفاق الدخول لا زتفال عليكم إن درجة كلها عينتين قاعدة كبرى لنا كلاتهم كفار كم من قد حق زرحقو من قد تفاق الدمارات أنت يا أبرناتهم ترى أولا كاب بزح كاب أنك حنتي تقليد مالتيو سب غير كايلكا غير غير مقبار مالتي مالتيو زي أسر بفوت واديو رسول فتواد يوم يلكا خندتري من تايتري مالتيو تقليد الناس جيروم مولكا مغبار مالتيو ولذلك ربنا عز وجل وكذلك ما ارسلنا من قبلك من قريه من نذير الا قال مترفوها ان وجدنا أباءنا على امه وإنا على اثارهم مقتدون ولذي ابسوره الزخرف الله خلاص صنيعنا عندمو انتي كنت گبرنا تخيد مالتيو و وانتايل دماني إن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر كم دماني أهل الحق كل جزية كم تنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق طائفة تأهل الحق وحداتهم كل جزية أهل الباطل لكن بزحلهم تاير إمالتي بزح جزية سب مالتي ببزحت راح يدمجن مرة كلهم زي أتوم ما الله سخاب ببزح خطر إيه بالكان ولهذا ربنا عز وجل أبصرة البقرة تايلو ولكن أكثر الناس لا يشكرون شوف أكثر الناس زيب ببزح وإن تطع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله لو الأنعام دبزح سب تايلو له دبزح ولهذا ربنا عز وجل بصورة يوسف تايلو وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين بزوج حلو آيات كمون ربنا عز وجل سورة الإسراء تايلو ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا شوف ما بزحتوا جزء رئية كن رئي بالنان مالتيو كل من قد يا تيازيا من قد الرسول دي أزي عند خبتي شبهات تدحن مالتيو كم دماني الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الدعفاء كم بلوم نيرم أنبياء ولا نتم قدامه كمون رسول صلى الله عليه وسلم مؤمن يوم مسح هذا اللوبلو يوم عندهم توم عبيت تعدي توم هفتامات توم على زبها أبي اللوم مسح هذه لهم إذا دماني من يخوم دب الكل ذي أهل الباطل المالتيو ولهذا انتي له ربنا عز وجل بزعباتهم كفار تبولو سورة الشعراء من بل ميتنا عشرة حدا قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون إلهم شوف ዮም ሕሱራት ሰባት ዝተኸተሉ ኻ ንሓሃድና ክንክተል ይብልዎም ነይሮም ከምኡ ድማኒ ብዙሕ ግዜ ደጥፍእ ሓደ እዋን ቅሳሪ ኢና ነርና ሓደ ቅድሚ ረሱል ለ ላሁ ለ ወሰለም ብዕሳ ሓቂ ደልዩ ናብቶም ኣይሁዳውያን ከይዱ ዝክርዋኹም ዳሕራይ እንተ ደኣ ዓለም መና ኣሎ ኢሉስ ዓለም ደኣ ገለለካ ምስ በልዎ ከይዱ ናብኡ እሞ ኣብዛናት ካ ዲን ካኣ ቱ ደልዮ ምስ በሎ እንታይ ኢልዎ ንድሕር ኣ ላዕና ናይ ረቢ ደሊኻ ንዓ እቶ ምሳና ኢልዎ ኣንዳ ካብ ላዕና ፈሪሐ እንበሪ ናብ ላዕና ኣ እንታይ ኣለኒ ደምፅ ኢልዎ ኣኑ ኢልዎ سبات انتايم يريوا ما لو مرحت ما ولكن ما راح نائم راح مالتهم ولهذا ربنا عز وجل اقتداء بفسقه العلماء كاب ما راح ناي مرحت ناي طفات ما لك مالتي كندي قالو مسلحة حزلو ممكن قال لي امثال قال أن اندابله نهي طفات مرحلو تنقال لك ولهذا ربنا عز وجل تايلو يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون الناس ليأكلون أموال الناس بالباطل ويسدون عن سبيل الله شوف كندي قالوا أحبار أحبار زيأتهم علماء نايمين يوم ناي والرهبان دماني عباد ني نصارى ليأكلون أموال الناس بالباطل زيأتهم بلوطات مروطات دبها له خمسة عينات مالتهم نبات الزدلي نتفع الزدلي كم المسل حزلو وسلزلو ما خد إنك قال لك أهل الحق كت لكا ومنها الاستدلال بالقياس الفاسد كم دماني قياس يجبر مالتيوم قياس هو شرع لنا لكن قياس صالح زخوني قياس فاسد مش شرع زيك أدو شرع في قياس يوم مالتيوم ولهذا ربنا عز وجل تايلو بزعباس تم كفار تايلو إن أنتم إلا بشر مثلنا هاي رسول ميت يوم تلايخو ميتيو مسواحي ميتيو مو سخاد أخمانا سبين دي خابلو اللو أنت دا مون ملائكة ملايكا دليخو ملائكة تميتيو مها ملائكة اي رأيينيو ازي سبيزي ميتيو كوم زلو لكن بمعجزة بآيات ميتيو كوم اللو ولهذا قياس انتدع خمزي زبل قياس انتدع لكا خوينو كل اقزي تفقاتي دمرة شيطانو انو كون تايدي اتفقاتو قياس كوات اتفقاتو ولهذا ربنا عز وجل بسورة الأعراف لمن تايدي تسجد مستبهال انتايلو قال ما منعك ان لا تسجد اذ امرتك انتايلو قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين يلو انا خب حاوي السد ما حب جيرو تني حوس شوف اذا قياس فاسد مالتي ومنها اعتذارهم من اه من اتباع ما اتاهم الله بعدم الفهم قال قال دمالو والله مو تاني برز تبلو ولا مردا اكو يا ابينا بلاكا كل من دا غلص قالو دا بلكا زي هذا طريقة نايم تاي مالتيو نايتهم حق زي دليو ولهذا ربنا عز وجل بزعبه ما بسورة البقرة انتايلو مبل سمانة شمونة آية قلو اه قا قلوبنا غلف لهم قلوبنا غلف خلاص تعاتيه لبنا تبلو ولا أيرد أننا انا نزلو بالنيرو بلا بسورة هود انتايلهم قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول ما نفقه كثيرا مما تقولوا بلوم نيرم مالتهم إذن إذي إعراض إذي السيئنا بتفاقات دبت زح مالتهم كم دماني الاغترار إه بالدنيا بزحيك مسر آيو كم دماني قنزب ربيه بوهم هفت ربيه بوهم لأن كان دوني نحن نعرف فتوات رين خون دهيبون نالو يبلو بمن تاي مزنوالو عليهم بالدنيا مزينا ما ولهذا ربنا عز وجل تايلوا وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين لهم أولادا لنا رزق لنا نحن ينعزبين إنا إلهم بمتاي أكندب شرعي تختي لهم بأموالنا تاتهم تعبيهم مالاتهم ولهذا أزيد من يتنمنيتهم تعبي تنياتات مالاتهم فرعون كم من قدوه فرعون تايل ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون كم نرو بتي رب زهابوم سني انتي نيرم قرور يحزم نيرو هذا زين تايكونن يكونن دليل يكونن الدنيا ختمت متكان كلا سني نسي من انتي منجد حقي كم دلخاز حبر من منجد حق خمس حبر القرآن من قد سنة تحزك الله خمالة تايلو طبعا تي تايلو ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا إلو مسألة نايمان إيمان إيه غيرو ودي ومالتي قل قل إلو إيه لا يعتقده بقلبه أحيانا يختلع له من قد حكي بلو لكن إمنا زي بلو الليلو فهو منافق انت قبل بدي اتيو بقدامه راح زختل انت اخوين انت ايزي منافق وهو شر من الكافر اذا ما كافر دبا سي لانه ربنا عز وجل تايلو ان المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله له والدعوة كل أدلة ما شاء الله كالقرآن قرآن كاب سنة مؤلف والدعوة حجم بأريك آيات الله أب قرآن إذي اندماني فهمني خيلو باندم ديمون أولهما تايلو ما تقدم كم تحالف دلو كتر كنردو دلنا بتي حليفنا دلو إذن آيات زيادة مس أنت راح تحيس زيادة خبر الكايخ إللو وهي قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم يلو جاب سورة توبة مبل ساي آيات فإذا تحققت أن بعد السحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها ريخة كفر حد غزوة روم ናብሩን ከይዶም ስኒ ኣብኡ ከይዶም እንዳተመለሱ ከለዉ እንታይ ገይሮም ማለት እዮም ዲኖም ሸይጦም ካላስ ዓብዪ ጃሃድ እኮ እዩ ነይሩ ድኸበደ እዩ ነይሩ ውጋ ኣይኮነ እንተካይድዋ ላኪን ከባድያ ነይራ ነራ ኩሉ ንብረቶም ገዲፎም መንገዲ ነዊሖም ከይዶም እንዳተመለሱ ከለዉ ላኪን ከሊመት ክፉር ተዛሪቦም ማለት እዮም بزد ما تاجر مالتهم كاب إسلمنا أو ومالتهم فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا إلو بسبب كلمة قالوها على وجه المزح وال وال واللعب إلو نلاقيت إنا نيرنا دي من قد نوي حسني يعني مزناق خون النايل نادي تزارب نايو إنا بمبالهم بزيئة كاب إسلمنا وجه تايلة مؤلف تبين لك ان الذي يتكلم بالكفر او يعمل به خوفا من نقص مال او جاه او مداراه لاحد اعظم ممن يتكلم بكلمه يمزح بها باري ازي زربا يعني كلمة الكفر ناي كفر زربا مزرب ازي حدا قنعي مالاتيو على وجه الميزاح لهم كود تزاربو كابدين ان تدعو تيوم سني على الجد دبلو ان تدعو خوينو بدماني كميك خوني مالاتيو قال ايتن تيام تيوتا آية والآية والآية الثانية إلا من أكرهت بلدن لامت إمالاتيو هو من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم له ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة طبعا مكره تخينو يعني مكره تأدبها تتجدد مالتي تجددون تداخونو لكن قلبه مطمئن بالإيمان إن داخونو إذا نيلو ولذلك نزايا زيا آه. سبب النزول بزحت علماء ذكروا ما أخرجه البيهق والحاكم أيضا عن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه قال أخذ المشركون عمار بن ياسر نعمار بن ياسر تمشركين مشركين وسيدهم بزوج بزو بزوج حساقيهم حجي فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم نو محمد رفو إخا هنقد فكاينا نزوم آلهاناتنا كرم ذكرهم كنقد فكاينا لهم بزو حساق يمو مالتيوم ثم تركوه وذكر آلهاتهم بخير مستشجر مستشجرة تزاريب تازبول ومالاتيو قد يفهمه دحري فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له عليه الصلاة والسلام ما وراءك تعذب بزوح بزوح ما ساق انتهى له كم يكون كامس قال شر والله حماق يد الله يلوم كنت أتنتي حماق بريعة رسول الله يلوم ما ترك ما ما تركت حتى نلت منك نعيا يقدفون كساب نعها بحماق ذكرك وذكرت آلهتهم بخير نت آلهاناتهم نت نيت فادماني بتبؤ ذكر يلو ما قد يدوم نماني بتبؤ ذكريو دحرى يلو النبي عليه الصلاة والسلام زي اتا كيف تجد قلبك لهم؟ لبها خميني يروي قال مطمئنا بالإيمان لهم لبي مطمئن يرو بالإيمان نق بلنا بلبي تقولوا تعمل حسيا مستجدد كسقاي مس بزح عند بمبر لبي مطمئن بالإيمان لهم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام فإن عادوا فعدي لهم دحان بلي لهم ولا تملي كم تجدد خا بلي خايل لهم ترى تكون على قلبي مطمئن بالايمان كتكون الله ولذلك بزحت علماء اذا آه من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان تبل بسبب ناي عماريا وريدا ابلو مالتيوم فلم يعذر الله من هؤلاء الا من اكره رب العالمين فقاد دهابو ويدمان عذر دهابو ميلا الا انت تخوينو طرح مكره تخوينو مالتهم مع كون قلبه مطمئن بالايمان لبو لكن بإيمان تايد بلد, بلد وما وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه كابزيقن لبو إيمان ديبلو بولو كم كلمة الكفر كلمة المزاح دي زارب لكن أزين تايو فقد كفر بعد إيمانه إذا حرين مؤلف سواء فعل خوفا بفرح أو مدارات أو مشاحة بوطنه أو أهله أو عشرته أو ماله أو فعاله على وجه المزاح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره مكره تخويني دفق أدلو مالتي فالآية تدل على هذا من جهتين له بخلت نجر ترد أن إلا من أكره مالت فلم يستثني الله إلا المكره رب العالمين سني محرز ذهاب إلا أن زخونة خونه تتجدد تزيكوينه ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على عمل أو كلام من يعني ترى جديدهم خاصني أنت أخ اختبلت تخيل بتجددك وعمل كتجبر تخيل ويد ماني كلام زربا مالتي اما القلب واما عقيده القلب فلا يكره احد عليها دغدد يلن مالتي اجي عينيتي اتراي مالتي تالبخه مالتي والثاني لو تخالي تحجي ذلك بانهم استحبوا الحياه الدنيا على الاخره يوم تمكال اي مالتي الا من أكره نيره زي اتم لكن استحبوا الحياه الدنيا متعنا الدنيا من تقمنا الدنيا مريصوم اب كفرت قبر كفرت سرعه تخينمجن اذا اتم عذر يبلو من مالتي فسرح ان هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد او الجهل او البغض للدين او محبه الكفر وانما سببه ان له في ذلك حذ من حذوذ الدنيا فاثره على الدين رب العالمين عزر دي هبو كن تقمني الدنيا دلي تقمني عاشيره دلي تقمني هاجر دلي تقمني كالي دلي زي جبره زي عذر يبولو ونيلو بزي ودي وتا خطاب ده دحراين تايلو رشا شخصنا والله سبحانه وتعالى اعلم شوف سبحان الله علماء يوم كل ذو علم ربه يوم كل حساب خاصني يا سلام تبل تسنح كم يربي هو مدل علمية علمي مش تبل تسنح شو عن والله أعلم بلخا الزين ناتي علمي كونن ناتي فلت كونن نتاي جيرو مالتي فرد العلم إلى عالمه لأنه ربي كل علم نامن يزم الله لا نعم لأن الإنسان مهما أوتي من العلم فعلمه قليل مهما أحد بس حيبتسح ودسب علمناتو سني علمناتو تا وحتي أنا إشتى أمالتي ولذلك إذا حجي بتحو دولو علمي لبتي كل بتحو يعني أبينا إحنا إحنا آخر إحنا حتى قالوا كسب إنتي بلك حتى بتحو مزلوا علمكو كل تاي, تاي تاي تريفاتهم زاروا حتى تريفاتهم يدوب لك مش كم يدوب لا لا جينا جينا بري علمي جينا يدولو ولذلك ربنا عز وجل تايلو ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا علم هو وحد يقول ربنا عز وجل مالته ولذلك علم رب خبك له هذا أكبر نعمة مالته ولهذا انتايب الحد شاعر ليس البلية في أيامنا عجبا بلا كتريك اللخاشة شهوات شبهات قلغمت السكون السيكوان انزا له بل السلامة فيها أعجب العجب كم زخلو في تن كم شهوة أمواج كله كابو سليم كوينكا، أبتا كتاب وسنة كيد هذا هو العجب زيادة تجرملو ليس الجمال بأثواب تزيننا ملك بخدان تملكع يكون يعني إن الجمال جمال العلم والأدب يلو جمال دبال إيه ناود سبنتايو العلم والأدب يلو ليس اليتيم الذي قد مات والده إن اليتيم يتيم العلم والأدب له اللهم ارزقنا العلم <تصفيق> <تصفيق> سبحان الله علماء كلما قرئ كلما تعلمك منسك <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله على <أنا> نعمة الإسلام <applause> أنا حقيقة እንታይ ይገርመኒ እዞም ቀዳሞ ዝነበሩ ዕለማ ክዕልሙ ከለዉ ነዚ ዕልሚ እዚ ክእክብዎን ከለዉ ከምዚ ንኣትና ኣይኮነን ከምዚ ብኒዕማ ኣይኮነን ሽምዓ ገይሮም ብዘይቲ ገይሮም ኮፍ ኢሎም ይሓድሩ ነይሮም دحرين تاي جبرو زخلو دخيمم زخلو علمم زخلو دبات حبات درجة مليسم تاي جبرو مالتهم الله عالم يبلو مالتهم لومي سبحان الله زي جزيز بس إحنا يزلنا أبتي ابتلا بس إحنا يزلنا نيشتي تي حنت خيتاب أنت دعوديو نسوت رح عالم كوينو يسمعه كالي سب واجازي يبلو جيرو قصرو نبوتاتو آية أي خبر نيش تي كوينو أي رأيو رحمة يلن زخلو زنتايو علم سبحان الله علمي ابتلائي انت انتي ابتلاء قرب مسفلتك قرب مستعلمك سباتك علمو مسرعها خبها تبت خويني مسلو مالتيو والله بل مليس كاخ دنني خازل ولذلك انتي بالحادث دي بولينا بقوم يظنون أن الله لم يهدي سواهم جزية بتحنا يزلنا سنين قرب مسفلت بيجي كان نسو تزي كونوس كالي كل تفوق غير يقصرو مالتي وهذا من الابتلاء مالتي لكن فلت ادلنا وفوق كل ذي علم عليم كل ما سب درجو بيصحو كل ما تعلمو كل ما وسخو رؤس خدنن يزلو مالتي حدا خب حد دبلص سبحانه وتعالى كندي يالو علم زلوم كندي يالو فلط زلوم ممكن تالبي اي قنعتن كن تخون كندي يالو دماني سولكا بقليل تريو كم زفوكس كوني سمع كا لبنا ممكن جبال دخون إيمان زلوا لو ولذلك يا أخوان كل جزير رب سبحانه وتعالى علم خبرنا رب سبحانه وتعالى خوفنا أن تدا نعتمد إلى الله عز وجل كل زي ودسم ترى أنا بعقله نفلت أتناتو ناب كبرت أخوينه هذا ليس له كمال كمال زبهل يقولون مالتي بس لذي الشيخ والله والله أعلم لو وديو بدحرو ثم سل على النبي صلى الله عليه وسلم بسلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جيرو دماني ودي ومن يزي إذا خطاب زي الشيخ محمد بن عبد الوهاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب نمو نبي محمد أي وهابي 50 دابل كابوزح زي لكن كتبنا ناتون تاريخها محبة النبي صلى الله عليه وسلم كندم تايكم دلوتر ترئي مالتو تايلو سب سل على النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة على النبي غيرو وديوا مالتو لأن الصلاة والسلام عليه من أفضل القربات مغنياتو صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام مقبر كبت أفضل قرباتيو نبرب سبحانه وتعالى ذكر ربك عابي تعا انت انت كا بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان هم زي بولو أبو الدنيا يلن شجر زي يلن لكن نحن ضعفاء رب العالمين مفاتحة بإيدنا هيبونا خلو انتاي نقبر نبقى نبكالي مفتح ندلي مالتيو مهما يكون تعسرت عليك الأمور تشقر أبي اكثر من صلاه من الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يا رسول الله اليوم ادسري دعاك جبر كل لكم كندي صلاة جبر لكم دي ليكاي اليوم جبر ربع دو جبر كل كاي حيش لهم النبي توسخ كاي حايشم سبولو بولو كل دعاناتي صلاه على النبي جبر اليوم النبي عليه الصلاه والسلام اذا تكفى همه ويقفر ذنبك لهم من كل صلاه على النبي وقت قبره تقولين كارب العالمين إنت ده كان ده تجمع كان كفر جك إلهم هذا ما ولذلك صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات كبت زعبة ذكرتات هذا بل هذا عالم كبتهم عبيت علماء راسخين ان تايبل أذكار كل أذكار مسر أخوه كاب شدشت أي حلفان إنتن بولت أتيلو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ذكروا حنت خبات انت ذكروا صلاه على النبي ذكروا صلاه على النبي هذا من افضل القربات ولذلك ربنا عز وجل قال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ومعنى صلاه الله على نبيه ثناؤه عليه بين الملائكه في الملائ الاعلى ربي سجدوا له مالسني ينقدوا مالتي الملائكه الاعلى قينو مستوم أب أبل على جلو. ولهذا ابن كثير رحمة الله عليه تايلو المقصود من هذه الآية خبز آياتي أن تين أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده رب نجرنا النائدلو ناي صلى الله عليه وسلم كبرتم عبي مخانو عند الملأ الأعلى أبل علي ابي عبي كبرتالوم بأنه تسلي عليه الملائكة ملائكة سلاتي قبر ثم أمر تعالى العالم السفلي أنتم أمرت دلكم أبتحت زلكم أبلع لي دلو بلو تسأت سلاتي قبر لي أمه نسخاتكم أبتحت دماني سلات قبر لي ليجتمع الثناء من أهل العالمين العلو والسفلي بلعلي زلون بتحت كلهم كبرتنا يا رسول صلى الله عليه وسلم من تنحف كبل إبل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضاه اللهم أرينا الحق حق وارزقنا اتباعه وأرينا الباطل إلى باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله وسلم على نبينا محمد